حضور جماهيري مهيب والأكبر في نهائي كأس حضرموت. لم تغب فلسطين ولا قضيتها من وجدان المشجعين وتضامنهم. وبينما كانت صور الحشود الجماهيرية الهادرة حديث الفضاء والتواصل الاجتماعي والمرئي، فهم يعلون أصواتهم ويهتفون لفلسطين ويتضامنون مع غزة ويرفعون صور قاداتها ويفاخرون بصمود وبسالة أرض الجبارين. أبناء حضرموت يحملون يعني استشعار ما يعانيه أخوانه في غزة وفي فلسطين من جراء الحرب ومن جراء العدوان عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي البغيض. وبكل تأكيد يعني صراحة هذه المشاعر وهذه أيضا كذلك اللوحة الجميلة التي رسموها تؤكد دلالة كادمة، تؤكد دلالة واضحة بأنهم واقفون مع أهلنا وأخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين. الحضور التضامني مع فلسطين لم يكن مجرد صدفة أو حديث عابر، بل تضامن وحضور يعطي دلالة على عظم التضامن مع فلسطين وقضيتها وشعبها في آن واحد وفي واحد من أكبر المحافل الكروية والرياضية على مستوى البلاد أجمع. حضرموت لا زالت ولا كانت تظل مع أخواننا في غزة ستستصرف بالدعاء وبالنصر وإن شاء الله ستحرر القدس حرب فلسطين. ولا مكان للمحتل في أرضنا، ولا مكان للمحتل في أرضنا، وفلسطين ستظل عربية وعربية وعربية إلى قيام الساعة. تضامن جماهيري معبر وكبير على هامش العرس والبطولة الرياضية، ورسالة حية مفادها أن اليمن ومهما بدا نزيفها وجراحها إلا أنها لا يمكن أن تغض طرفها عن القضايا العادلة والكبيرة. فلسطين دولة، فلسطين كنا نفتخر منها اليوم منها نحن نكون معها، نكون معها حتى معها فوق يكون نرفع الإعلام، لما رفعنا علم فلسطين نرفع علم العافة. علم فلسطين هذا الفوز اليوم حقك أول لنا والأمة الفلسطينية الذي تحارب لأي شعبه ولأي لنا، ونحن إن شاء الله نكون أول من نكون نحن معها بأي شيء. في فعالية واحدة ابتهجت حضرموت ورسمت لوحتها المشرفة واللائقة وتضامنت وساندت معركة الأمة والعروبة من قلب سيئون الطويلة. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون.